في نهاية كل يوم تمتلئ سلات القمائم بأطنان من الأغذية الصالحة للتناول، وللحد من ذلك الهدر قرر شباب مصريون بتأسيس مبادرة سميت بثلاجة الخير لسد جوع المحتاجين بمصر. وقام العديد من الشباب المصريين بشراء ثلاجات، وذلك لمساعدة الأشخاص الفقراء والمحتاجين بالمجان. لذا أعزائي المشاهدين، دعونا نتعرف أكثر عن هذه المبادرة في هذا المقطع الفيديو التالي. عصام الدندراوي، القائم بأعمال ثلاجة الخير. الفكرة ابتدت من رمضان 2017، مجموعة أصدقاء مصريين مقيمين في دبي، ابتديناها في بثلاث ثلاجات. الأول في المعادي، في نص رمضان نزلنا ثلاجتين، أخذنا شهر رمضان كله بخمس ثلاجات. بعد كده الفكرة بقت تنتشر أكتر. حاليا دلوقتي معانا 15 او 16 ثلاجه. في ناس تاني ساهمت معانا بباقي الثلاجات من اهل الخير، تبرعات عينيه. معانا 6 في المعادي، اسف 8 في المعادي، واحده في القطاميه، واحده في اكتوبر، واحده في الهرم، واحده في الغربيه، 2 في اسكندريه، 2 في الشرقيه، 2 في السويس، 2 في دوله تونس. وان شاء الله رب العالمين على مدار اخر الشهر ان شاء الله، اول شهر 2 هيكون معانا 20 ثلاجه ان شاء الله. في ناس كتير جزا الله كل خير متبرعين معانا باكل جاهز، اكل صحي، بيجي يفتحوا ثلاجه يحطوه. بس رساله المطاعم تساعدنا في موضوع الوجبات، يعني تساهم معانا اللي في اكل عندهم متفاضل، يساعدوا معانا او يساهموا معانا في الموضوع ده. والله دي جزا الله كل خير اللي بيعمل الثلاجه دي. والله الواحد يعني ساعات والله ماشي كده جعان، بياخد قرصايه، بياخد عصير، بسم الله ما شاء الله. يعني جزا الله الناس كلها خير، يا ريت الناس كلها تعمل زي كده. والله والله انا معدي كده بالصدفه، لقيت في حاجه يعني كده الناس حاطاها بالخير، يعني بمد اخد الحاجه. بس يعني كل واحد له مثلا حاجه معينه او حاجه واحده بياخدها، يعني مثلا في عصير اخد عصير، في قرصه باخد قرصه، او وجبه بس هي حاجه واحده لحاجه لواحد بس. ده 100 100، دي ثواب من ربنا، واخد بالك للناس. يعني في البداية الهدف منها القادر والغير قادر، نقطة تواصل بين القادر والغير قادر. القادر هيفتح الثلاجة يتبرع اللي هو عايزه، والغير قادر هيفتح الثلاجة ياخد اللي هو عايزه. بس احنا الفكرة بتاعتنا عايزين تنتشر على مستوى الجمهورية، في كل مكان، في كل شارع، في شوارع الجمهورية. مش شرط مثلا في كل محافظة أو في كل قرية أو في كل مدينة، لا، في جميع شوارع.